باش نحكيو على واحد من الملفات الحارقة في الوسط التونسي وأيضا في الوسط الأوروبي، وهو ملف الهجرة، وباش نحكيو تحديدا على المهاجرين الأفارقة اللي قاعدين يتوافدوا بشكل كبير في بلادنا. لهنا زيارة لرئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ولقاء برئيس الجمهورية قيس سعيد. الرئيس صرح يقول أنه تونس لن تكون معبرا ولكن تكون مستقرا لهؤلاء، يقول أنه أيضا تونس لن تكون ضحية مؤامرة ولن تكون ضحية متاع عمليات تدبير انطلقت منذ 2017 من أجل توطين المهاجرين في بلادنا مقابل ملايين من العملة الصعبة. شنو رأيك؟ والله موضوع شيك ياسر، وعنده عديد معناتها الوجهات. أول حاجة المرزوقي هو اللي صرح وهو اللي حل الباب على مصراعية لدخول الفارقة من غير معناتها سابق انذار ولا فيزا ولا حاجة، حل علينا واجهة كبيرة ياسر، والواجهة هذه فيها عدة، أول حاجة العدد مهول. ما ننكروش اللي عديد من الفرق هذوما قاعدين ينشطوا في الاقتصاد التونسي، خاصة في البناء. تو تمشي تشوف الشوانت الكل، 9 على 10 من الخدامة في الشوانت الكل تلقاهم فارقة، وقاعدين قايمين بدور، واللي خدم فيهم لا تغطية اجتماعية، لا 30 دينار يعطيهم له في النهار ويروح على روحه ويساعده وبقل تكلفة. ثم رؤساء جمعيات جابوا لفارقة لتونس، على أساس باش يجيو يعديو تمارين وتست متاع في الكورة، هو ما عمره ما حد ثقوا في الكورة. ثم طبة يعطيو ترخيص لبعض الفارقة باش يجيبوهم على أساس باش يعالجوا في تونس ويدخلوا ما غير، يعني نحكيو على ترافيك وتجاه ترافيك كبير، وعنده عديد الوحدة. وبكل صراحة توس فاقص وكر مهول ومشاكله لا تحصى ولا تعد. جاءوا لتونس بعض المفوضية العليا وعداوا مدة ومشاكل لا تحصى ولا تعد. يظهر لي رأي السيد الرئيس رأي صائب، معناه وهذا كاش يلزم يكون، وفعلا معناه كتشوف احنا من الثورة لتوا تونس قاعدة تعاني، وانت تعرف معناها مؤامرات من كل حدب وصوب قاعدة تحاك ضد الدولة هذه. ظروفنا الاقتصادية معلومة معناها للجميع، يظهر لي ما عندناش القدرة باش نجموا نتحملوا حتى عبء آخر. معناها احنا يا ربي نتحملوا معناها وضعنا الخاص، فهمتني؟ وهك تشوف صعوبات الشعب قاعد يعاني، معناها ظروف المواطنة كتشوف فيها من سيء إلى أسوأ. بطبيعة الحال هما بون من حقهم باش يبحثوا على مصالحهم واحد وكذا، لكن تونس راهي ماهيش قادرة تتحمل. حتى أنا افتراض حتى لو كان يعاونونا على هذا واحد كذا، احنا ماناش قادرين باش نتحملوا. ثم برشا إشكالية بنتي، شنو هي الإشكالية اللي العبد لزو باش الإنسان يحكي؟ فهمت؟ بلادنا نحن بلاد متوسطة، ما ماهيش بلاد غنية إثرياء، مش بلادنا إثرياء، معنا بلادنا تاع ناس زواولة. الدار معنا اللي تدخليها تلقي فيها 4 5 6 بطالة، فهمت؟ وهذوما فهمت جايين فهمت مليارات دخلت لتونس، فهمت؟ هذوما ومشي يخدموهم، ندرا يخدموا ولادنا نحنا في تونس، ندرا يخدموهم هما، ندرا شنيا الحكاية نتاعهم، فهمتي بنتي؟ ياسر ماهيش هذيا 100 ولا 200 ولا 3 فهمت دخلت لتونس، مرحبا بيهم. اما تبقينا فهمتي هذيا الوفات ولد فهمتي، وتو يولدوا في تونس، يجيبوا ذري في تونس، عرسوا في تونس، فهمتي ياسر؟ اخي تونس شفاها فاهمين؟ نحب نفهم انا الوزراء اللي شادين التلافز توا بنتي، يشوفوا حل المهاجرين هذوما، شوفوا لهم اي حل، يشوفوا خرجوهم من البلاد، تصرفوا معاهم. نحن بلاد متوسطه، نحن ولادنا قاعده بطاله، معناش معنا مقاومه نتاع اثرياء كبيره ولا نتاع فلوس برشا ولا نتاع حاجات كبيره، فهمتي بنتي؟ يعني انت كمواطنه تونسيه يقلقك تواجدهم لنا، خاصه نحكيوا اللي امورهم مش قانونيه. ماهيش قانونيه امورهم، كيفاش انت هو يجي بابور يجي من ليبيا، يدخل من ليبيا بابور، تهبطوا انت في صفاقس؟ علاش هبط فيه انت في صفاقس؟ خليه يمشي معاه ربي، علاش هبط
يخبطوا فيهم الافارقه في تونس. في لف الافارقه هذايا يحرجنا برشا، ومع الاستعداد كثروا شيئا فشيئا ولوا عبء على تونس، لانه نحن فهمتي اولادنا بيدهم يهاجروا بيدنا بيموتوا في البحر بيموتوا كذا. نطلبوا من فهمتي من السلطات التونسيه باش تاخذ موقف حازم للحد من هذه الوضعيه اللي نعيشوها مع الاسف الشديد، وهم يمثلوا خطر كبير ياسر، ورينا معناها افعالهم ورينا كذا، لانهم ناس فهمتي اجريسيف مع الاسف الشديد، وتسبوا في برشا فهمتي مصائب اضرت بعائلات تونسيه ناهيك، وانه في صفاقس ولت فهمتي مصدر شؤم ومصدر فهمتي قلق كبير ياسر للجهه. وبالتالي هذه وضعيه لابد من الاخذ بمقاومتها من جميع الاوجه بتكافل الجهود ما بيننا، ونطلب من سيد الرئيس بس ياخذ اجراء وفهمتي شديد وشديد، وعقوبه كل من تخول له نفسه باش يجيب الواحد داك باش يجيب الافارقه، لانهم فما على الاسف الشديد وانا عصابات تجيب فيهم فهمتي، اظن يلزم فهمتي تجديد اقصى العقوبات عليهم. الدنيا تعبات، صفاقس مشيت، سوسه مشيت، المستير مشيت، شو اللي قعد فاهمين شو اللي قعد بايعتيني؟ هذه ماهيش حاجه بسيطه، راهي 1000 ولا 2000 ولا 500 ولا 600، هذوما بالقدس. قدس نحن ما نكرهوهمش، راهو نحبوهم، هما افارقه ونحن افارقه، فهمتي نحبوهم راهو، اما بكيت ياسر ياسر الشيء ولا قداس 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 قداس، والسرقه والنهبه وقلت المعروف، فهمتي يبيعوا في الدوايات لاولادنا، يبيعوا في الشيء لاولادنا. باهي انت جاي زوالي، ماك جاي زوالي لبلادك ولا لا؟ جاي لتونس زوالي؟ تسمع عندك كهرباء منين الكهرباء ذيك؟ ها تصبح تسكن في بورتمان، تخلص في 1.5 مليون كراه في البورتمان، شكون يماون فيك؟ ها تعطيني شكون يماون فيك؟ عايش بنتي، وقت اللي احنا ولادنا بطلها ما عندهمش حق سيكارو، انت شكون يماون فيك في البورتمان؟ شكون شراها لك الكهرباء هذيك؟ راهي كراها برصديس، راهي كراها بشيء غريب يسوقوا فيه، انت جاي عريان وجيعان وما عندكش ومحتاج وهارب من بلادك، علاش؟ فهمتي عندك الشيء هذاك؟ فهمتي يلبسوا في حوايج سبدريات تاع 200000 وسروال تاع 300000. لكن فما اللي لاباس عليه مش جايين معناتها يقراوا لهنا جايين عند لا 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 مش هيت وهيت قرايه، واحد عمره 70 سنه و80 سنه و40 سنه هذاك جاب باش يقرا، مش هيت ما هيت قرايه عايش بنتي، لوتوديو باين، لوتوديو باين اللي هو جاي يقرا، اما فهمتي المصيبه اللي دخلت علينا لتونس غريبه راه، انا نطلب من الرئيس نتاعنا يتصرف فيها الحكايه دي مهما كانت الظروف، راهم يبيعوا في الدويات ويبيعوا في الحرابش ويبيعوا في الدروغ ويبيعوا في كل شيء، وبرتمان يكروه بمليون ونص، فهمتي بنتي؟ شوفوا حل، انا نطلب من الرئيس نتاعنا والوزراء اللي قاعده تتكلم في التلفزه وما عملت حتى شيء يلزمهم يتصرفوا. حكيت على الامكانيات، وكما نعرفوا انه الاتحاد الاوروبي فما لهنا محاولات من اجل انه الدوله التونسيه تتفق معه بخصوص وجود حلول للمهاجرين الافارقه في بلادنا. طبعا حسب رايك اذا الاتحاد الاوروبي يوفر الامكانيات المطلوبه لتونس باش يبقاو المهاجرين الافارقه لهنا والحلول تكون من تونس، يعني شنو رايك انت؟ هذا ينجم يكون حل والا لا؟ موقف الدوله التونسيه انها قالت لا لن نقبل بمرورهم من هنا، لن نقبل بتوطينهم لهنا، شنو رايك؟ الموضوع هذا فات وتجاوز كل الحدود، والتطويق نتاعو اصبح صعب جدا، ومهما كانت الامكانيات اللي باش يوفروها الاوروبيين ولا معناتها المجهود اللي باش تقوم به تونس، مشكل عويص 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 للغايه، وتفاقم وفات الحدود المعقوله وتطويقه يلزموا امكانيات مهوله باش نجموا حتى معناتها من الاول السيد الرئيس عمل الخطاب هكا احرش شويه العالم كامل دار عليه، معناتها الى شفنا من جانب حقوق الانسان نلقاو مشكله، والى باش نعالجوا المشكله هذيا بالقوه ومشكل معناتها ما الحلول كيفاش؟ ما ثماش حلول، ما ثماش حلول، المشكله الله لا تبارك له اللي كان سبب وهو اللي حل الباب على مسرحيه، فهمتي يقعد المشكل قائم الذات الى ما والحل ما بكل صراحه مانيش قاعد نشوف فيه، معناتها قاعدين يهاجروا، قاعدين كل مره افكار جديده ولو يصنعوا حتى في الفلايك في تونس،
ولا يصنعوا فيهم في تونس. فهمني برشا ورشات من تاع صنع الواحد كيفاش باش تنجم تطوق العمليه هذه، عمليه ولات هاكا نعيشوا بها ولا اكثر الاقل. مدى ثقتك في تصريحات رئيس الجمهوريه قيس سعيد اليوم؟ نجموا نشوفوا التصريحات هذه تترجم على ارض الواقع؟ نجموا نشوفوا التفعيل للمواقف هذه والقرارات نتاع رئيس الجمهوريه قيس سعيد؟ اكيد هذا التصريح بتاع اعلى هرم في السلطه، معناه اذا كان ماهوش قادر باش يترجموا على ارض الواقع معناه فسامحنا. معناها ماك تعرف الرئيس ملزم على انه ينفذ اقواله، معناه هذا بما لا شك فيه، اذا كان ماهوش قادر على هذا فسامحني ما بدون تعليق. لابد من اجراءات حازمه وحازمه وحازمه الى ابعد الحدود للحد من هذه الوضعيه. ناهيك وانه فهمتي نحن بيدنا نعانوا في البطاله، نعانوا في احد نعاونوا، نعانوا في الاجرام، نعانوا هذيك هما معناها، والثقافه نتاعنا مش كيف ثقافتهم. احنا فهمتي مسالمين، نحبوا العيش في كنا في نطاق الاحترام المتبادل في كذا كذا. بون اخوتنا نحن ما كناش وبشريه، وعندنا الواسع الديني يجعلنا باش نعاملوهم معامله حسنه، ولكن مش على حساب الوطن نتاعنا فهمتي. ولذا نطلب من السلطات ومن جميع الاطراف وبما فيهم فهمتي الاتحاد الاوروبي معناها ايطاليا وخارج ايطاليا، لانه فهمتي بامننا نحن امنهم هم، وهذا لابد من اخذ الاجراءات الكافيه. ونهيك وانه نحن ما بالفم هم نعاونوها ونعطوا كذا فوتيات لا تسمن ولا تغلي من جوع، وبالتالي لابد من السيد الرئيس باش فهمتني احنا الشعب معاه في كل ما يتخذوا من اجراءات مقاومه الفساد بجميع الاوجه. نهيك وانه ثرواتنا منهوبه، وما الاسف الشديد فما برونات اللي هي تحب تتصدر المشهد السياسي لا لشيء فهمتني، كما رئيسنا السابق يقول الافارقه افريقي للافارقه هي ولكن في مستوى معين وفهمتي. وتأشيرات نطلب باش تعاود التأشيرات من أول جديد ونحدوا مع الوضعية هذية، ويلزم ناخذوا قرار حازم وبالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، ونقول لهم ما تطمعوناش بتريفة فهمتي كذا وكذا وكذا فهمتي بدولارات محدودة وفهمتي، وما نعرفش مش نحارس احنا نتاعهم.